صباح النور. استغفر الله العظيم.
كاز داك الشيء بيان بيان كون بايد على كارك ولا شي بيان بيان شريف مان حل حل تصور ذكر شوف
شنو باش تكون عندكم؟ زيد ولي زيد ولي ولي تيها طفلة ولي ولي بارك الله فيكم. بسم الله والحمد لله رب العالمين، خالق الخلق يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير الأنام الذي أطله الله على هذه الدنيا مبشراً ونذيراً، وهو خاتم الأنبياء والمرسلين عليهم أفضل الزكاة وأسمى السلام. أيها المؤمنون، أيها الأحباء، قال الله تعالى في كتابه العزيز: كل نفس ذائقة الموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، وقال: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. صدق الله العظيم. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا رب العرش العظيم في السماوات والأرض ورب العرش العظيم. أيها العزيز مسعود زكار، يا من غبت ورحلت عنا أبدا، جئناك ونقول لك إننا واقفون عند قبرك نتذكر خصالك الحميدة وتصرفاتك المرحة يوم كنت طفلا في شوارع مدينتك مستقلا في رأيك وقرارك، ورسمت طريقا سلكه أصدقاؤك وزملاؤك أنك مميز
بسعة الصدر والابتسامة التي ينبعث منها التواضع والحب الخالص، ويعرف عنك أهل مدينتك مؤامرته ومؤامرة أذنابه الذين باعوا أنفسهم للعدو بثمن بخس. يا مسعود، يشهد لك العدو والصديق القريب والبعيد أنك كنت المجاهد والمناضل الشريف بخصالك الحميدة وتفانيك في تثبيت وجود الجزائر. آثرت مصالح الجزائر وعزتها على مصالحك الخاصة، فمن أجلها والنكبات المصطنعة وصمت للمكاره بصبر وثبات، لأنك مدركا بحقيقة الهدف المرشود، مع أنك ونعم المحب لمسقط رأسك الذي زينته بمسجدك الذي هو اليوم بيت ببيوت الله، وهو زاد سيزيدك أجرا عظيما إن شاء الله. أيها الأخ العزيز، نم قرير العين في الذين ظلموك سينالون جزاء كيدهم كثيرا أو قليلا. وأما الذين أحبوك ويحبونك وأنت غائب عنهم، فإنهم الآن يدعون لك بالرحمة والغفران ويرفعون أكفهم تضرعي إلى ربك راضية مرضية. ادخلي في عبادي وادخلي جنتي. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. صوروا مع الإعلام، صوروا. ثبت الله وأجركم. صوروا مع الإعلام. Thank you.
منير وعيط لك رشيد أبقى نيو
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة، مرحبا بكم في جمعية عين تكتيكا في هذا اليوم المبارك، وهو يوم 21 نوفمبر ذكرى 28 لوفاة المجاهد مسعود زكريا. راكم شفتوا هذه المبادرة، هذه راهي جات تقريب عفوية وما كانتش تطلب لنا امكانيات، الشيء اللي زاد حفزنا باش درناها والحمد لله رب العالمين. والجمع العفوي هذا راهو شير يعني قاسنا صح، وباش ما نديروش هذا المجمع هذا للخطاب نخليو الجمع يتكلموا. المهم مرحبا بكم عندنا هنا في عين تكتيكا، وهذا هو المقر تاعنا اللي جاب يشافوه بغاو عاد ضيق علينا، ومادام اللي راهو هنا نطلبوا منه يعطينا الملك. سير عليك يا صاحبي، سير عليك صاحبي، تفضل شوف عينو ومفتاح هذا ضمن مباشرة الكلمة للسيد رئيس البلدية. تفضل سي سليم الكحلي. تفضل. شكرا اولا اعتذاري لمقطعش الحكي في الوقت، ولكن ضيقوا في القلوب مش في المقر بتاع كيكونوا قلوبنا واشين يهزوا نسك، لكن بركه في الشيء اللي حاضر. شكرا لتيتيكا، شكرا للمجاهدين الحاضرين الذكرى تقريب. ممكن حنا جيل الاستقلال كثير كثير منا كان يجهل هذه الشخصيه، وكثير منا كان يجهل نقدر نقول المؤامره اللي احيطت هذه الشخصيه، وكثير منا كان يجهل
العظمة تاع الشخصية تاع سقا ربي يرحمه. نظن باللي ممكن في الأسبوع أو الأسابيع الماضية تبعنا أحداث في شارع مصور وكانوا منها لشخصيات من مدينة العلمان مجاهدين وكذا من مجاهد عمي خان واللي أتلوا شهادات يعني كنا نجهلوها كجيل الاستقلال. ونظن باللي الثورة تاعنا فيها أسرار كثيرة فيها رجال كثير ممكن حتى تاريخيا ما بدوش حقهم ولكن التاريخ يبقى تاريخ عمره ما يبقى واحد عمره ما انه التاريخ تاع بنادم انه يغطيه واحد والله تاريخ يبقى تاريخ. نظن باللي حتى المقدس محمد عيده وهنا اديب معنا يعرف هذه الكلمه مليح انه واحد يكون عنده تاريخ مستحيل انه واحد يمحيه لانه مدينه العلمان انجبت الكثير والكثير. ونظن باللي ابناء مدينه العلمان وكل مسعود زكار وهذا شرف لينا وان شاء الله ممكن كان ثاني طموح واحد اخر عندنا مركز جامعي مابقاش مركز جامعي باش نعطيك المعلومه صحيحه هي اصبحت المدرسه العليا للاساتذه لمدينه العلمان والمعلومه اللي نزيدها ثاني نستغل هذه المناسبات باش نوصل بعض المعلومات انه حتى في اطار الغاء بعض المشاريع الكبرى نظن باللي حسب المعطيات اللي مدها لي المدير تاع المركز اللي راه معين مدير المدرسة العليا للأساتذة أنه 2000 مقعد بيداغوجي أخرى لم تلغى مع هذه الإجراءات تاع التقشم الأخيرة وهذه مفخرة لنا حنا أنه تولي المدرسة مدرسة يعني كبيرة برك على المقعد البيداغوجي راح تكون على مدرسة وطنية بأتم معنى الكلمة. ونظن بلي الطموح أنه نسميو هذه المدرسة الوطنية للأساتذة على مسعود زكار أنه فيه لجنة وفيها مجاهدين وما علينا إلا أن وصلوا هذه الفكرة باش تقنع الناس أنه هذه الشخصية اسمها يعني حاجة كبيرة عندها باش تسمى على اسمها وإن شاء الله نبذل مجهود باش تسمى المدرسة الوطنية للأساتذة على الشخصية الكبيرة اللي مسعود زكار. نظن بلي المجاهدين حنا ما راحش يدخلوا في لجنة تاع التسمية هذا الإطار وشكرا هذا وش عندنا. يعطيك الصحة عمي خالد قال لك عطيني كلمة. اسكت الله عمي خالد. نشوف عن طريق عين تفتي. الشك فوا ندير واحد الجروبون. والان مباشره تم الضيف تاعنا اللي بطاش ضيف موجود بالدار شفت لا فوني تعزيز الشعب الولائي اللي تفضل بكلمه او هدوء يا هدوء تواجدي في مدينة العلبة مسقط رأس السي زكار الله يرحمه سعيد بمناسبة إحياء الذكرى لوفاة 22 لوفاة أنا كنت باغي نذكر الأمر أنه في 2015 8 مايو فرض قام المجلس الشعبي الولائي في إطار ما يسمى جدول ولا قائمة سفراء الولاية سفراء ولاية سطيف درنا ان طابلو دي زامباسادور دو لا يونايتيد العام هذا اللي فات كنا حطينا فيه الذكرى 8 ماي حطينا فيه السيد فرحات عباس حطينا الامين دباغين حطينا الفضيل الورثيلاني وحطينا زكار الله يرحمهم اكل يسمى هذو كل شخصيات تمثل الولايه تاعنا عاشت في الولايه تاعنا وابلت البلاء الحسن شخصيات وطنية وكي نوليو نتكلمو على زكار زكار شخصية وطنية وأيقونة محلية تسمى هنا في العلمة اللي يزيد يعرف بلي كاين زكار يزيد يعرف ضرب ويهز قسمًا بعد قسمًا يقول لك في العلمة هنا كاين زكار. اليوم جينا بكل فخر واعتزاز بعد ما كلمتنا الجمعية إن شاء الله نتمنوا لها كل التوفيق إن شاء الله القاعدة تحت تتسع هكذا تكون المجتمع المدني دائما مصبوب باش يكون فعال المجتمع المدني. اذا بهذا العمل اللي تقوموا به اليوم في احياء ذكرى تاريخنا المجيد احنا كنا ما كان منا الا ان نواكب ونرافق ونكون بحضور تاعنا مطلوب منا سي ان دوفوار دو فير دوفوار دو ريكونيسونس دو ميموار بيدر بارمي فو
جيت هنا ورافقني رئيس المجلس الشعبي لبلدي سطيف دكتور وهراني، جينا قمنا لانه هذو شخصياتنا، شخصيات التاريخ وشخصيات المنطقه، شخصيات محليه. اذا انا اجدد شكري للعمل اللي قامت به الجمعيه، وأسدي الثناء كذلك على رئيس بلدية العلمة لحضوره، وكان يقول لي تعطل في الطريق في العاصمة ظروف، نعم، ولكن وجوده هنا لازم الأمور هذو تكون دائما محتضنة من المنتخبين ومن رئيس البلدية وعمدة البلدية في الأمام. يعني هذاك وأنا كمهندس معماري أنا نطلب طلبة واحدة، هذاك اللي رحنا حطينا فيه الزهور ودرنا كذا، أنا نطلب منكم باش نعاودوا ننظموه، نديروا حاجة تليق بالمقام ونعاودوا نبنيه ونديروا حاجة باهية وإن شاء الله خير من هكذا. سمعت حتى أنه شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا. والله ما نقدر نفوت الفرصة هذه باش نرحب بالسي وهراني اللي نعتبره ضيف شرف، يعني رئيس بلدية سطيف اللي شرفنا. إيبا راك في دارك وتفضلنا بكلمة. كلمة سي. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على المرسلين. السلام عليكم. شرف كبير اني متواجد اليوم في بلدية العلمة مع رئيس بلدية مع عمدة المدينة. احنا رانا في شهر عظيم، شهر نوفمبر كما قال الرئيس، احنا جيل الاستقلال، احنا بفضل الأسرة الثورية وكل الشعب الجزائري مجاهدين اللي راهم حاضرين معنا اليوم. اليوم رانا نتنعموا بهذه الحرية ونتنعموا بالجزائر إن شاء الله اللي نبنيوها كل مع بعض. وتاريخنا هو رأس مالنا، تاريخنا هو اللي خلينا يبعثنا للأمام. وقلت اليوم شهر عظيم وفيه العظماء المرحوم زكار من بين الرجال يعملوا تاريخ الجزائر. احنا وجودنا هذا شرف وواجب. نتمنى ان شاء الله للجمعيه اللي راهي تحيي هذا ذكرى الوفاه راح تكون سند للتطور المدينه والولايه بصفه عامه. لازم التوفيق ان شاء الله وشكرا على هذا. واش تقدر تدير الجمعيه؟ تكريم لعائلة المرحوم. قدمنا تاع السفراء هذه، عرضنا مولين الناس تاع فرحة عباس، جاب بنو اسمه نسيم وعلى مين دباغين جاو تختو، وكان ما عندناش لو ريبريزونتون نتاع زكار، طلبنا الفاميلا نتاعو ولم يحصل ذلك لأسباب. جا مدينا احنا هذاك هذا كما كان يقول، أصدينا إشعار تاع سفير السيد سي سليم رئيس البلدية، قلت له انت تحل محل العائلة وتحل محل تاع سمو غني عندهم ان شاء الله باش تسديها ثاني فامي. سي العيد بهلولي من المثقفين تاع مدينة العلمة اللي راهو كتاب مفتوح ادب، راهو يقولوا العيد بهلولي نقولوا الادب. اذا راح يبشركم واش راح يكون ان شاء الله نهار خالو. خالو اليوم 28 الشهر الحالي كان الاول للابداع والادب، وهذا المهرجان يستدعي فيه جميع مواهب المدينه. المدينة كما تعرفون فيها كتابها، فيها شعراءها، فيها المفكرين تاعها، وفيها الرسامين تاعها. إذا يوم 28 عندنا لقاء في هذا المهرجان ليحمل حوار أو محور الكلمة في بناء الذات في هذا البلد. الكلمة الجامعة، الكلمة المانعة، الكلمة التي تضم، والكلمة التي تحمي الوطن من الأخطار الأجنبية. إذن موعدنا معكم يوم 28 نوفمبر على الساعة 1 الافتتاح الرسمي لهذا المهرجان. وشكرا. من 28 إلى 30
بارك الله. ورا عمي خالد يقول اليوم انه نسلم الامانه لاهلها، وهاي المناسبه اللي جات اسمها ياسين راهو اسمها جاري وخويا وكرمي كيف نسلمها له ليه هو. وهذه هي بارك الله، ما هذه الا البدايه. سامحني بالعقل نصور نصور كادر واحد. سمعت هذه وجاتنا المناسبة هذه اللي هي 21 نوفمبر، استغليناها تروح. نعطيكم موعد إن شاء الله، الشيء اللي راي نتحضر فيه الجمعية خدمنا البرنامج تاعنا واضح. راحين نديروا يوم ثاني على اليمين دباغين، وراحين نسيدي نديروا يوم على جيلاني مبارك اللي راهو المرسي كاتبين عليه مجمع ثقافي وخلاص. ونديروا يوم على سكفالي، سي محمد سكفالي الله يرحمه ثاني. والرجال راه ما نقصوش العلمه، ورانا نفتخروا بهم ونرفعوا منا شعار باللي ما نقبلوا حتى اسم لهذا المعهد تكوين الاساتذه الا